كنشوف البنات كيفاش تما كتجي رطبه 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 غزاله في البنيه كتجي جربوها ما تندموش عليها دايره بصحتكم لذيذه صحه وراحه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكل من هو غادي يشوف هذا الفيديو. معكم لطوفة دائما في إطار الحلويات. اليوم إن شاء الله جبت لكم واحد الكيك اللي هو كيك رائع وزوين بزاف، وحتى أنه مغذي والمكونات ديالو بالنسبة لي هي موجودة في كل المطابخ المغربية. فنبدأ بلا ما نطول، غادي نبداو بستانكاك اللي هو كيكو او شوكولا، واللي ان شاء الله غادي نبداو بالمكونات التاليه. اول حاجه هو اننا غنحتاج واحد 5 البيضات بطبيعه الحال، انهم هاد 5 البيضات غيكونوا بالحراره ديال المطبخ. السلام عليكم ورحمة الله ومع البركات، ومعكم لطوفة دائما مع الجديد ودائما مع التجديد ودائما مع التغيير. لطوفة اليوم دارت لكم واحد شوية الكوزينة في إطار الحلويات أو الحلويات السهلة بطبيعة الحال. أنا ما كنقلبها على السهل واللي هو البسيط جدا. هي أننا اليوم غادي إن شاء الله غادي نشارك معكم واحد الكيك اللي هو ستانكاك اللي هو ستانكاك وشوكولا، اللي هو سهل جدا وبالنسبة لي غير مكلف، لأن جميع المكونات هي موجودة في المطابخ المغربية. فما شاء الله المطابخ المغربية أو المغربيات هما يعني كما كنقولوا حنا فالحين في هذه الأشياء، فحنا كنعتبروا هذه الأشياء من ضمن التقدية اللي كنتقداوها في كل شهر، واللي دائما كتكون عندنا على طيله الشهر موجوده عندنا في المنزل، وفي اللي كيتقدى اسبوعيا، في اللي كيتقدى يوميا. فاشياء اللي هي سهله جدا وموجوده حتى في الاماكن اللي كيبيعوا المسائل ديال التغذيه. فاول حاجه غادي نبداو بها هي اننا غتكون الحاجه ديالنا بواحد 5 ديال البيضات، 5 البيضات اللي غيكونوا طبيعه الحال بالحراره ديال المطبخ. وغادي نحتاج كذلك شويه ديال الزبيب، هاد الزبيب غادي يكون اختياري، فاللي عنده يستعملو، اللي ما عندوش يمكن لك انك ديري شويه ديال الكركاع اللي غتكوني طحنه، او انك يمكن لك تاخدي التمر تقطعي طريفات صغارين حتى هو ديريه، فكيكون هذا اختياري. او لا ما عندكش ما كديريش، كتكتفي بان الكيك ما كيكونش فيه يعني الزبيب او شيء من المكسرات. كذلك غتكون الاحتياجات ديالنا بواحد 2 ديال الخميره ديال فاني، عفوا الخميره الكيميائيه اللي هي بحجم 8 غرام. كذلك الاحتياجات ديالي ب2 لي ساشي ديال شوكولا نوار من النوع الرفيع. كاينه واحد الماركه اللي ما كتعطيش لك شوكولا نوار هنا في لي ساشي كتباع، ولكن ما كتكونش فيها شوكولا نوار. كذلك الاحتياجات ديالي بواحد 1.5 كاس ديال سنيده، وكذلك واحد كاس ونص ديال الزيت. وكذلك غيكون عندي بالنسبه للتزيين بطبيعه الحال بالنسبه للدقيق وما يكفي، لانه انا غادي ندير تقريبا 400 غرام، فوالا 400 غرام ديال الدقيق. وبالنسبه للتزيين غادي نستعمل لا كريم باتيسيير، واللي غادي ندير معاها شوكولا، هذا الغبره انساشي دو شوكولا. غادي نخلط معاه واحد 1 كاس ديال الحليب، انا مازال لانني عندي حليب غبره مازال ما خلطتوش، مي غيكون عندي 1 كاس ديال الحليب ديال الغبره. فوالا البنات، ها هو 1 كاس ديال الحليب اللي غيكون عندي لهذا الحليب غادي نحتاجو، لا كريم باتيسيير والشوكولا. وغادي نحتاج كذلك للتزيين دانات، هانتوما غتشوفوا الطريقه ديالي كيفاش غادي ندير لها. وغادي نحتاج شويه ديال الشوكولا اللي هما هادو اللي عنده داك المربع ديال 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 العبار كياخذوا. انا كان عندي غير واحد شويه في الدار، بقى لي هذا
من العيد هو اللي بقى لي في البلاكي الباكي، حيت كنشيل من المرجان ما يبقى لي هاد شويه هو اللي غادي نستعمله. وكذلك غادي نستعمل شويه ديال اللوز افيلي اللي انا حمرته، وغادي نخليه كذلك للتزيين. حاجه اخرى مجال ما ذكرتهاش هو انني مازال غادي نحتاج واحد الكاس حليب اخر بالنسبه للتخليطه ديال 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 المكونات ديال الكيك، مازال غادي نحتاج كاس حليب اخر. فوالا البنات، هنا من بعد ما انني درت هذوك خمسه البيضات وطربتهم مزيان، فاول حاجه غادي نبدا بالنواشف هو انني غادي ندير كاس ونص ديال السنيده، وغادي نخلط انا وغادي نخلط مزيان. طبيعه الحال انا راني كنسجل وبنتي هي اللي خدامه، فكنطربو مزيان هذيك السنيده الى غايه انها ما كتجانس مع البيض. هنا كنضيفو كذلك الكاس ونص ديال الزيت، ونخلطو جيدا. هنا غنضيفو كذلك كاس تاع الحليب، غنضيفو لي ساشي ديال لي شوكولا، نضيفو ساشي تاني ديال الشوكولا. كاين البنات في السوق اللي كاينه واحد لا مارك اللي كتجي الشوكولا ديالها واخا كتبان ما كتجيش نواغ، كيجي الشوكولا ديالها شويه باهته. اذا غادي نزيدو واحد الشويش تاع الملح، وغادي نبداو على الدقيق تدريجيا. وانا كنخلط غادي نضيف لي دو ساشي الخميشات ديال الخميره اللي بالحجم ديال 8 ميليغرام، وعاد تكمل الدقيق. كنضيفو تدريجيا باش ياخذ القياس ديالو في التخلاط باش ما يكور لينا ما والو. فغنستمر على التخلاط بهذه الطريقة اللي هي سهلة جدا. ما بغيتش نستعمل العجانة، هذه أشياء بحال الكيك وداك الشيء مرة الإنسان إلا ما كاينلاش نخدمها على قبل أن كيك، حاجة اللي هي سهلة.
دونك هنا هز ليا تقريبا 400 غرام ديال الدقيق. غنضيف عليهم هاد الزبيب، لكن قبل هذا الزبيب ما كنجيش وكنضيفو، فانا كنخلطو بشويه ديال الدقيق. ممكن تخلطوه حتى بساشي ديال الزا فاني باش انه ما يقبط لكمش لتحت وما ينزلش لتحت في الكاك. فهو ملي كتخلطوه بحال هكا فهو كيبقى في الطياب ديالو، كيبقى وسط الكاك. هانتوما البنات القوام اللي كنحصلوا عليه هو هذا. فوالا، فهنا غادي نحتاجوا بطبيعة الحال المول ديال هذا. كاين اللي عنده امول مربع، كاين اللي عنده داير، وكاين اللي عنده بحال هكا مستطيل. انا غنستعمل هذا المول اللي هو مستطيل. بطبيعة الحال انا غندهنوا بشويه ديال الزبده، وبعد هذا غادي زيت الزبده. بطبيعة الحال كناخذوا المول كندهنوه مزيان بالزبده من القاع مزيان، وبعد هذا كنطلعوا الجوانب كاملين. فوالا، كلهم كنطلعوا لهم باش انهم ما كتلصقش لينا. كاين المول اللي ما كيلصقش، وكاين بعض لي مول اللي هما كيلصقوا. فوالا، هنا غادي ندير بالنسبه لي مول اللي كيلصقوا فكندير شويه ديال الدقيق، وكنبقى ندورو كامل على هذا بحال هكا. ندورو لكاع الجوانب وانا كندور بحال هكا بالقلب. خلاص، فهنا كناخد هنا كناخد الخليط ديال الكاك وكنعمل على الصب ديالو. خلي هكا عرض باش ما يعمرش لك الجناب هكاك. صافي وقفيت في لو كونترير من جهه اخرى باش ما استعملين ديك القليل. فهنا من بعد ما كنصبو كامل الخليط هنا بطبيعة الحال غادي من بعد ما كنكونوش عندنا الفران على درجة الحرارة 180 درجة، فحنا كنحطوها في الفرن في الوسط، ما نحطوهاش في هذا لتحت، وكنشعلوا الفران. انا بالنسبه لي كنستعمل الفران كنشعلو غير لتحت وما كنشعلش الفوق حتى الاخر، كما كتبغى تحمر يا عاد كنشعل الفوق. فوالا البنات، هنا من بعد ما الكيك ديالنا ها هو طاب، هانتوما كتشوفوا الحجم اللي انا حصلت عليه، فهو هانتوما راه كيجي طالع من فوق ورطب جدا. هنا غادي نمروا للعمليه ديال التزيين. بالنسبه للعمليه ديال التزيين شنو كنحتاجوا؟ فحنا كنحتاجوا لي زاموند افيلي، ها هما اللي انا قبضتهم ودرتهم في مقيله اللي عندها الفران وكانت مسخنه قبل، فانا حيت كنت قبل ما بنصاوب الكيك ما كنتش على الفران،
اللي عندها انه قبل فيمكن لها انها تصابهم قبل تحمروا قبل. المهم بحال بحال، سواء انك ديريه في المقله سواء انك ديريه في الفرن اللي كان عندك سخون، فكترجعي هادو شويه كتحمرهم لان غنحتاجو في التزيين. كذلك غادي نحتاج كذلك الكوك، انا عندي موجود في هذا كان عندي من العيد، فالكوك كذلك غنحتاجو للتزيين. وغادي نحتاج واحد الحك واحد ديال دانيت، ولي شوكولا اللي وريتكم قبيله، هاد لي شوكولا راهم كنت درتهم في الفران سخون، وغادي نضيف عليهم واحد المعيلقه نتاع الزبده، وغادي نقوم بالخلط ديال هاد فوالا، غادي نقوم بالخلط ديال هذا الزبده اي لو شوكولا، نخلطو مزيان باش يقعد. علاش حنا كنديرو الزبده؟ فكنديرو الزبده على قبل انها كتقارد لنا ديك لابريونس اللي من بعد الكاك ملي كتايطاليها في الكاك كتقعدي ديك لابريونس من الفوق. انا غادي نضيف داك الكاس هذا الحكيك واحد ديال دانيت وشوكولا. يمكن لكم البنات تفاداو واحد الحاجه الا ما عندكمش لي شوكولا، يعني شوكولا في الدار، يمكن لكم ديروا جوج الحكاك ديال دانيت، فكيبقى التزيين. شوفوا التزيين كيبقى على حسب ما هو موجود عندكم في المنزل، ماشي مشكل باي حاجه يمكننا نصوبو. هنا بالنسبه لكريم باتيسير اللي كنت وريتكم دابا شويه، بالنسبه لكم الوسائل باش غادي نصاوبوا الكاك لاكريم، غادي نحتاج واحد الكاس ديال الحليب، الحليب طري، وغادي نضيف عليه تقريبا غير واحد المعيلقه ونص صغار ديال لاكريم، هذه لاكريم باتيسير، وغادي نديرها فوق البوطه الى غير ان ما تولي ليا كريم، فبقاو معايا. فهنا بالنسبه لاكريم باتيسير خديت واحد الكاس ديال الحليب، وضفت عليه واحد ساشي ديال الزا شوكولا، ودرت عليه معلقه الزبده، وما زدتش عليه السكر لانني هاد الخليط غنخليه شي شويه لغايه ما واحد شويه غير شي شويه يبرد، وغنخلطو مع هاد لي شوكولا. فهنا غادي نبقى على التحريك بحال ما هكا، وغادي نخلطو مع هاد لي شوكولا. كما قلت لكم لاكريم باتيسير كديرو كاس تاع الحليب، اللي هو انا درت كاس ديال العنبه، كاس ديال الحليب، وما زدتش عليه السنيده او السكر، لان لي شوكولا دانيت هذاك اللي خلط سي سوكري، يعني هو اصل حلو، فاش يلاه غادي نخلطو هاد المكونات بزوج. هذا كيعطينا واحد النسبه ديال الحلاوه اللي هي كتكون نسبه معتدله، ما تكونش بزاف حلوه، حتى انه الحاجه اللي هي اللي حلوه بزاف ما كتضرش الانسان بالصحه، بغض النظر عن الكيك وهذا، الا وانه مره الانسان كيديرهم ما كيبقاش دائما يوميا. فوالا هنا تخلط ليا كلشي، غادي ناخذ الكيك ديالي، هنا فوالا كنقوم على صب الخليط كامل كله، انا كنايطاليه بشويه بشويه على الكيك. وكذلك منطقه ديال الجوانب، فصدقوني البنات كتجي هائلة، لا من ناحية المذاق ولا من ناحية الشكل
وحتى انه الانسان الا جايين عنده الضياف انه يمكن لكم تسوقوها بكثير ديال اقتراحات كثيره. فما شاء الله المغربيات عندهم واحد الذوق اللي هو رفيع ورفيع جدا من ناحيه التشكيل. وحتى حدنا حنايا اللهم زدها نعمه اننا في المغرب موجود عندنا كثير ديال 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 الاشياء اللي في الفواكه الجافه. فهنا غادي نبدا على الجوانب. هنا على مرحله التزيين. هنا التزيين كيبقى كاختياري، يمكن لي ناخذ هذا الكوك انني نعمل به صف بالكوك، وبعد هذا انني كنت غادي ندير واحد الصف بلي زامون ديفيلي. وهذه اشياء لازم انها تكون عندنا في المنزل ديالنا، اللي ما كتطلبش لينا يعني ما كتطلبش لينا واحد الثمن اللي هو غالي باش نشريو. لي زامون ديفيلي سون باشير ديتو هنا عندنا في المغرب رخاصين. الكوك كذلك موجود، فكنبقى هنا على حسب كل واحد وطريقته في التزيين. كنبقى على هذا الشكل هذا. يمكن لكم تسوقوا اللي عندها الكركاع، اللي عندها البيستاش في الدار. حتى البيستاش راه كيعطي واحد المنظر هائل مع داك اللون ديالو اخضر، ومع مع لا كولور ديال الشوكولا، فهي كتعطي من ناحيه المنظر زوين. كاين كذلك اللي بغى يزوق بلي فخوي كونفي، حتى هما كيجي المنظر ديالهم هائل معتبر. وحتى انه حتى في الاكل كيجيو لذاد، لي فخوي كونفي ديال كولي غاتو كيجيو لذادين. هنا قربت على الانتهاء، فالزواق كيبقى انه الانسان على حسب لوكو ديالو، على حسب حتى الموجود اللي عنده في المنزل. فوالا، هنا يمكن لي انني كذلك نزيد نزوق هاد الجنب ديالها بالكوك. ولما انكم كديروها في الثلاجة فهي كذلك كتزيد كتبرد. فوالا، الان انني كملت التزيين قليوها بدون اي شيء. فكنتمنى بانه تكون نالت الاعجاب ديالكم. بالصحه والراحه لكل من هو غادي يجربها. ودائما اللي كنقول انه لكل من هو ما مشتركش معايا انه يشرفني بالاشتراك. ولكل هو شاف او عنده فكره او نوع من الكيك انه يكتبوا لي في صندوق في لي كومونتير، ولايك واشتراك ما تنساوش. لطوفة، الى اللقاء ان شاء الله في فيديو اخر بحول الله، دائما في اطار التجديد. معكم الى اللقاء، باي. هانتوما البنات كيفاش انها كتجي.
رطبة رطبة رطبة. الغزة يا في البنية كتجي جربوها ما تندموش عليها. دايره بصح سكون ديدا صح وراحه.